حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال المخنث لاخي ام سلمه عبد الله بن ابي اميه ان فتح الله لكم الطائف غدا ادلك على بنت غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخلن هذا عليكن"